شخصية في السلك الدبلوماسي الفلسطيني في الخارج، منهم 22 امرأة. يضاف العدد إلى مئات يعملون في السلك الدبلوماسي الفلسطيني. ولكن كيف يتم التعيين؟ وهل تستخدم وزارة الخارجية معايير محددة؟ الإجابة وبكل بساطة لا. قد تعلن وزارة الخارجية عن إجراء امتحان للتوظيف في السلك الدبلوماسي يتقدم إليه المئات، ولكنها تختار منهم أبناء ومقربين من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وحركة فتح، كما جرى مع سفارة فلسطين في طهران، إذ عينت الخارجية الفلسطينية سلام البالغة من العمر 43 عاما لتشغل مكان والدها السفير الأب صلاح الزواوي في طهران، إذ جاء في يناير عام 2022 قرر تعيين سلام صلاح الزواوي خلفا لوالدها، والذي يشغل منصب سفير فلسطين في طهران منذ عام 1981. ويعتبر تعيينها إلى جانب الكثير ممن يعملون في الدبلوماسية الفلسطينية مخالفا للقوانين والمواثيق الدبلوماسية. وأما عن المؤهل العلمي والأكاديمي فهذا لا يهم ولا يعتبر معيارا للقبول أو الرفض. تقول الصحفية ألاء هاشم أنه يفضل أن تكون امرأة من قبيل ابنة قيادي فتحاوي أو مقربة منه وبمواصفات معينة، أبرزها إجادة استخدام اللوحة الفنية الجمالية يتخللها اللون الأحمر أو التوتي خفيف اللمعان حتى يتناسق مع الألوان الترابية والشعر الأشقر. وهذا الشرط تحقق في غالبية من وقع عليهم الاختيار، بمن فيهم السفيرة ابنة سعادة السفير الزواوي، والتي اختصرت عليهم الطريق بالاختيار والتعيين الوراثي الملكي. ويعتبر الكاتب حسن مليحات أن القضية الفلسطينية لم تتعرض منذ عام 48 لحالة من الانكشاف السياسي كما هي عليه اليوم، ويضيف أن البارز في مجمل عمل وزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية في الخارج هو الغياب التام للعمل الدبلوماسي، فالقضية الفلسطينية تحتاج إلى طواقم عمل دبلوماسية محترفة وتعمل كخلايا النحل وعلى مدار الساعة وليس عملا موسميا. يبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية قرابة 131، وتكشف بيانات الموازنة الفلسطينية قيمة موازنة السفارات لعام 2022 تبلغ 235.8 مليون شيكل. وخلال عام 2022 بلغت فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي موازنة السفارات 112 مليون شيكل و107.8 ملايين شيكل نفقات تشغيلية، إلى جانب نفقات تحويلية بقيمة بلغت 16 مليون شيكل. يضاف إلى ذلك موازنة وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين في رام الله والبالغة قيمتها 67.2 مليون شيكل.